انا ما عاد بنزل على السوق إيه بنزل لحالي. هاي هاي ميت هاي شو بابا جاهزين؟ جاهزين من هلا اعملكم ها ما بعيركم شي من اغراضي. يا ستي ما بدنا شي، نحن عدتنا جاهزة هاي الطاولة. اوكي هيك اتفقنا. شايف لك ندى رح تبدا تبتزنا. يا سيدي لما بتلاقي معنا شي تبقى تبتزنا، المهم انه نحن دافعين اشتراكاتنا على الرحلة ومنتهي الموضوع. قولتك. الو؟ ابو سعود كيفك؟ ايه شو هالحكي؟ شغلي لفوق راسي صعب صعب كثير اقدر اجي. والله ما بعرف شو بدي اقول لك اخي. ندى هي الزعيمه تبع الموضوع كله. طيب اوكي اوكي بان. يبدو انه صعب كثير نجتمع كلياتنا لمده اسبوع. وهي لغينا مشوار اللاذقية كرمالها. تسلم يا ابو سعود تسلم. لما قلت لي بدك تسافر على اللاذقية هبطل لي قلبي. ما بسلم السيارة لحدا غيرك لو شو ما صار. بس شغلتك كبيرة معلم. ها يعني كم يوم؟ يعني خليها على التيسير، بس بدنا ننزل الموتور ونفرطه بتاخذ لها اربع خمس ايام. لا بدك تسرع اكثر من هيك، وبعدين اهل المرأة طلع البحر، وإذا تأخرنا بيقولوا ها عم يتحجج. خلص اتكل على الله، كل شيء اللي زعل أهل المرأة. على راسي. السلام. الله معك، مع السلامة. مرت عمي معقول ناخذ معنا محاشي على البحر؟ كنتوا شو خسرانين؟ اعتبروه غدا بكره. ماما نحن رايحين نتسلى ونشم هوا. مشان هيك لازم ناخذ اكلاتنا معنا. ايه بس مع الاكلات اللي حضرناها بكفوا هدول. لا امي ما بكفوا. شو نسيانين انه رح نقعد اسبوع؟ انا رايحه احضر المكدوس واللبنه والجبنه. ماما بس ندى وقت حسبت حسابها حطت انه كل يوم رح نتغدى بمطعم. ايه عم تحلم. بعدين ما في اطيب من اكلات البيت. لا تناقشيها، خلينا نخلص بقى. قال ابدا ما بيقدر. عجبك؟ كان ما بيخليني اروح معكم. ليش على كيفه؟ لا تخافي عمو لا تخافي، انت رايحه معنا. على كل تركوا سعيد علي، انا بقنعه. عمو احكي معه. خلص قلت لك الموضوع انتهى، شو بك؟ اقنعه خليه يجي معنا، عم يشتغل طول السنه، حرام يعني خليه يرتاح شوي. نعمتك. وبيحب هناء أكثر شوي. ليش رحتوا يا الأغراض؟ مو ما بدك تروح؟ وانتوا شو لكم علاقة فيي؟ روحوا مع أهلي. لحالنا؟ لك شو لحالكم؟ شو انتوا رايحين مع الناس غربة؟ طيب وأنت مين بدك يدير باله عليك؟ لك الحكي شو أنا ولد صغير؟ لك أنا بدبر حالي. لك شبك يا بلد صوتك طالع؟ شبك؟ ممكن اعرف ليش ما بدك تروح معنا؟ ما بدي اروح لانه عندي شغل. وهناء وديانا؟ لا هناء وديانا رايحين معكم. هي طمنا عليها، وانت شو هالشغل اللي عندك بقى؟ يا ستي منيحة منيحة كثير. حلو. هلا عن جد بدك تغوص؟ طبعا أنا رايح على البحر خصوصي مشان غوص. طب وإذا غرقت حكي مين بده ينقذك؟ أنا؟ سألي جوزك أيام الجامعة كيف كنت؟ إيه والله، إيه والله أنا بشهد له، كان يتركنا وراه ويغط بالبحر. ما كنت بعرف إنه عندك هالمواهب كلها. لسه بدكم تكتشفوا كثير. هلا ما بدك تجيب رفيقك معك؟ بدك بلا فضايح، بدك مساعدة تنقر راسي. معناها اتفقنا، تلحقنا يوم الثلاثاء المساء والسيارة بناخذها معنا. أي سيارة؟ سيارتك. شو هاي جديدة؟ لكن معقول نروح على البحر وما معنا سيارة؟ يعني إذا بدنا نروح مشوار على كسب، مشوار على صلنفة، معقول تخلينا نتشنطط بالميكرويات؟ ومين بده يسوقها؟ إسماعيل. فكرت أنت؟ ولا أقول لك سيارتك صغيرة، دبرنا شي ميكرو من حدا من رفقاتك. أجرة يعني؟ إذا أجرة أنت بتدفع، لأنه بصراحة المخصصات ما بتكفي. الله يخلينا ياك يا رب. مرت عمي انا رايحه العب اهلي شوي ودعهم. حنون عزمي امك تروح معنا. كتس
تسلمي مرت عمي، بس امي ما بتحسن تترك ابي. طب انتي قولي لها. طيب بقول لها. صري عليها، بتعرفي يعني هي صاحبتي وانا وياها بنتسلى كثير. خلص على عيني، الله يخلي لنا اياك يا رب. بخاطركم. الله معك، سلمي. هلا انت ضروري تعزمي لنا كل الناس اللي بتعرفيهم. ام حنان مو غريبه. لا غريبه. انت ما دخلك، ام حنان رفيقتي وبتنبسط اذا عزمناها. بس نحن ما بننبسط اذا وافقت. شو لسه في اغراض كثير؟ يلا يلا هي اخر شيء. يلا يا جماعه وين كنت؟ يلا 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 شو يلا جاهزين يلا يلا يا جماعه يلا يلا جد قوم طلعت فان ضروري هلا كانت تروح معنا اما لحنان بلا فضيحتك هلا انا مو من شاني من شان هناء حبيبتي انا مالي متضايقه بعدين المره ما ضايقتنا بشي بدك دخيل الكرم ايه يلا مشي مشي يلا لي 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 سكروا الباب يلا سكروا الباب يا جماعه مغادير البوسطة وكانتنا عائلتنا ومن ضيعت حملايا على ضيعت نوري وتذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك ويخرب بيت عيونك يا عليا شو حلو أصلاً لا يحملون السلاح ولا بتعاملوا مع أي سلاح نهائياً. ولا تبعت حاول ولا نبعت حاول ولكن استردت أيوة علينا أنا الحمد لله لا ما تخافي علي لا منيح منيح كثير ايه ايه اكلت شو بدي اعمل ولا شيء عم بتفرج على التلفزيون المهم انتم انبسطوا اكيد ها سلمي لي على الجميع لا سلامتك مع السلامه يا قمر ولا حدا لوح لنا
شو عم يقول المنش؟ عم يقول بحبك. شو مشتاق ابقى معك عم نمشي. بتعرفي انا جعبالي ارتاح فعلا. جعبالي اخذ اجازه وارتاح من كل شيء. امي؟ منك انت؟ بالعكس معك. جعبالي يبقى معك. نضل هيك على الشط. نركض، نقعد، نسهر، نتسطح. يجي الموج وينزل فوقنا مطر. بتعرف قديش في عنا حنين للرومانس؟ لأيام حبنا الأولى. وصل. شو القصة؟ شايف الكل ساكت مشتاقين للهدوء. يلا تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. وانا نعست. تصبحوا على خير. على خير ماما. هلا ضروري كانت تجي معنا اما لحنان. بدي اعرف شو مضايقتك. مانا اخذين راحتنا. لا اله الا الله. لك حاجتك ندوج. بعدين أم حنان كتير لطيفة وبتحبنا. يعني لو ما كانت جاي معنا كانت الماما ما تركت البابا ولا لحظة. آه ها إذا هيك معك حق. أم سعيد شو رأيك بمشوار على البحر؟ هلأ؟ هي هلأ متأخر الوقت. هي يلا بعد رجلي عم يجعبني. ايه خلصينا قومي حاسك بقى. ايه يا عيني على الحب. تصبحوا على خير. بكير حكيم. بدي نام بكير لانه السباحه والغطس ما في احلى منهم بكير. اي ما انا حابه تعلمني الغطس. تعلمي السباحه بالاول. علم البدايه على اخر الليل. بسيطه انا بورجي بكره رح فيه قبله واخذ بدله الغطس. يا حبيبي رصنا. هلو ما ندوش اعتبري حالك بكام هلا هون احلى من 100 كام يلا السلام عليكم Thank you.
شو لوين رابس هاي؟ قال عنده رفيق بده يزوره وبعدين بده يجيب شوية خبرة. طيب فنان. أبو سعيد استناني تع يا بابا تع وصلك بالسيارة. أبو سعيد لك ما قلت لك بتنزل على هدية لحالها؟ لك ما بقت لحالي بنزل بشتري لي شوية جرايد شوية خضرة شوية سمك. اها بس؟ ايه بس. شو بابا؟ هذا لقص رملي، هذا رملي وهذا صخري، بيشبه بعضه بس بدك تعزمني اياه بس ممكن. ما بعرف اخذ السمك من الدرج. عم تكتشف ابوك. اكثر من ايه؟ لسه بدك تكتشف كثير. طيب بابا شو رايك قبل ما نرجع على الشاليه نروح على مشوار؟ هلا خلينا نودي السمكات على الشاليه وبعدين وين ما بدك بنروح. حاضر. معجبين كترانين منين يا حسرة؟ ايه ما عم بيشيل عينه عنك. ذكية بنت اخي تضربي منك الك. خلص انا راحت علي. بعدين مو شايفين انه شاب صغير؟ اتدللي بيلبق لك تتدللي. مربى الدلال ربوكي وتعذبوا فيكي يا دلال ورح نكلم ابوكي. يا ستي زعلوكي ما رح تخلصي منهم. بس بدك المظبوط والله شب حلو كمان. انت علي. لك انا معي صدقتك. بابا خلص تركني انا بحاسب. لا شو تحاسب انت؟ طيب لكان خليك الواحد يحاسب على حاله. طيب معقول اجي على اللادية وما زورك؟ لما كنت عايشة ما كان فيني زورك، بس هلا بقدر زورك بس ما بقدر شوفك. على فكرة ابني اسماعيل جاي يزورك معي. لو تشوفي قد الشاب ظريف وحباب. بابا انا رح استناك برا على اذنك. Thank you.
لساتك بتحبها لهلا؟ نيالك يا بابا ونيالك. في رجال على القليلة بقي حبها 40 سنة. لو بإيدي كنت جوزت ابني علاء من بنتك. سمعت في عندك بنت حلوة كتير مثلك. ما كان شو عم بحكي؟ أحسن شيء الله يرحمك. سمك خالو. ليش ما اصطدت سمكة؟ لأنه سمك صغير حرام اصطاده. يلا انزلي خالو يلا. عمو امتى تتعلمي الغطس؟ امتى ما بدك. شايف شو طورت سباحتي؟ صايرة سباحة عالمية. لا تتمسخر. يا سلام شو حلوة الرياضة. عجبتني حركة التمويه ابو سعيد. شو قصدك يا ولد؟ يعني قلت لحالي مو معقول تيجي على الهدية وما تروح تزور الحبايب. لا حنان خدي الحكيم عني والا بسلط عليه ندها. سرك كبير عمو. يا عيني حتى انت يا بروتوس. هلا انت ما حدا بيخلص من لسانه. انا من شانه سوها كبيره وعاقله وما بتعمل شيء بدون ما تحسبه. انا ما عندي مانع حتى لو كان اصغر منه. انت حدا سالك عن رايك شيء؟ لا بس بدي احكي ضميري. وهو هو ما عم يقيم عينه عنا. بل انت مهذب ما من هالناحيه اطمن كثير. شوف بعينك. الو اهلا حكيم. الحمد لله كيفك انت؟ ان شاء الله مبسوطين. يا ابو السعود ما عم بسمعك علي صوتك شوي. منتظرينا. تعال يومين ثلاثه اشتقنا لك. المهم انتم انبسطوا. ديروا بالكم على حالكم وانبسطوا. اكيد ها انا بكل احوال رح اعمل جهدي اني اجي. سلامتك. مع السلامه. الله معك. هي رح يجي سعيد. انبسطتي؟ ايه انبسطت. بتعرفي شو حاسس؟ شو حاسس؟ كأنه في مؤامرة نسائية ضدي. بقيادة ندى. يلا بسرعة اطلعوا بدي اخذكم مشوار على البلد. خبرتي من جيب شوها معنا؟ دخيلك هلا ما في داعي بتكون مشغولة. انت بدك تسوقي؟ انا بدي اسوق شو مالي عاجبك. يلا يلا.
شرفوا تشهدوا. حلو الجو ها؟ كثير خاصة اليوم كثير رايق. يا ريت يا اسماعيل هالزمن يرجع شوي لورا. شو كنتي عملتي؟ شغلات كثير. شو شايفة بين جيراننا ما عم يتركي؟ بس مؤدب كثير. ومزوق. استنيني شوي. لوين رايحة؟ بلدت رح اجيب شعري. بيسبح بالليل ولا بالنهار مو مهم. مثل هذا الشيء. امشي ماما.
كيفك معلم سعيد؟ لك أهلين أبو فوز شريف. شبك؟ صرت بعت لك 3 مرات تيجي تشرب قهوة عندي. والله ما في مزاج. شبك أبو سعود؟ ما بعرف هيك ضجران. أخي مالك غير تحمل حالك وتروح عند أهلك على الأدية. أنا تحالي إنه بعت لي كم يوم لحالي مرتاح. تقريبا لهون ما فيني أعيش منوب، بموت من الوحدة. لك شو عمل لك؟ دغري على الأدية. لك يا أخي يا سعيد العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. وهو كذلك. هلا صرتي بتعرفي تسبحي؟ هلا بتشوفي السباحة العالمية. لك وين رايحة يا مجنونة؟ السباحة العالمية لك. شوفي شو صاير شو صاير؟ انت شو عم تعمل هون؟ انا من هون. لك مو من الشام انت؟ يا زلمه بحياتي ما شفت الشام. دكتور قديش الساعه بتري؟ الساعة. انقطع قلبي. لا تخاف عليهم، سبع ارواح. شو بك يا سوس؟ ما شفتي سعيد شلون دفشوا للشب؟ فوق ما انقذنا لبيت بشو؟ هي بسيطة. ولا حدا قال له كلمة شكر. هي مهمتي. روحي انتي وقولي له شكرا. شو عامله بشعراتي؟ ما حلوه؟ ما حلوه ولا غابين تكون يعني اغرع ما هيك؟ بس يا بابا الحمد لله على السلامة يا ابو سعود. لك علينا ندوش. لك صعي نسينا نقول لك الحمد لله على السلامة يا بابا. الله يسلمك. شفت؟ جيت بالوقت المناسب. يلي بيسمعك بيقول انت اللي انقذتني. لوين؟ بدي روح اقول للشاب اللي انقذني شكرا، ولا ما بدكم يعني تشكروا؟ ايه تاي تاي هلا انا بروح بتشكروا تاي. وليش انت؟ لك شو بدهم يقولوا عنا؟ 4 شباب موجودين وتروح بنت تشكروا؟ شو يا ابو سعود؟ ان شاء الله بدك ايانا نصيف على كيفك؟ لا حبيب قلبي، كل واحد بيصيف على كيفه. ماما الله يخليك خلينا مبسوطين. بعدين من واجب اختك تروح تتشكره؟ انا بقول له بلا. وانت كمان تروح تتشكره؟ يا حبيبي مرحبا خالي. اهلا يا بنتي اهلا. تفضلي يا عيني تفضلي. خالي في شب هون ابنك ما هيك؟ اي ابني صلاح. اي صلاح وينه؟ يمكن ما يسبح او ما يصيد سمك. بدك منه شيء؟ اي بدي اتشكره لانه انقذني وقت كنت بدي اغرق. يا شحاري بعد ما تفشتوه جايين تتشكروه. مين دفشوه؟ ما بعرف، واحد من عندكم دفشوه. اي واجا زعلان كثير. بسيطة خالي مشان الله ما تأذينا. خلص انا بتصرف هالمرة. زرعية بدقني. كيف بتدفشوا فوق ما
ولك خلصنا بقى، اصلا ما دفشته انا. الشاب حساس كثير. خلصنا دال فيها بقى، هلا بنعتذر منه وبنتشكره. لازم سعيد اللي يعتذر منه. اوه على الجاي طبشتونا. شبك سعيد شو صار لك؟ ابو سعود. يا رجل خلصنا. تعال اقول لك سعيد. وين ابو سعود؟ شو الشام؟ لك يطول بالك شباك، بدي غوص انا وياك. تعال تعال بدي اعطيك العده تبعي. روي روي. لك شو عملتوا فيه؟ ليش طالع كل الوقت هو؟ شو بيعرفني؟ اهلين ابو سعود. اغير لك ناره؟ كمل نفسك يا رجل، كمل نفسك. نحن ساكنين باللاذقيه وبالصيف بنطلع على الشاليه. وكم ولد عندك؟ عندي صلاح وسامر بيشتغل باليونان، وعندي بنتنا جوزي بالشام. وجوزك شو يشتغل؟ متوفي. الله يرحمه. الله يرحمه. وابنك صلاح الله يسلمه شو بيشتغل؟ صيام. هلا ما عنده شغل، بعد شي 20 يوم بيبدا الموسم. عم قول ما شاء الله قديش بيسبح حلو. اي والله بيسبح مثل السمكه. ابوها الله يرحمه كان بحار. وليش ما زوجتي لهلا؟ نصيب. يعني هو عم يدور على عروس؟ اه المسكين قصته قصة. كان خاطب بس خطيبته توفت بحادث سيارة، ومن يومها يا عيني ما رفت عينه على بنت. الله يرحمه. تعيش. وإمتى صارت الحادثة؟ والله يا عيني من 4 سنين. هو انت يا سعيد ما حكيت لنا عنكم شيء. نحن هدول كل أهلي، وعنا عم مهاجر بكندا، وخالي بخيل كتير وما عم نحبه. هو حدا بيحكي على خاله هيك؟ نيالك يا ام سعيد، كل اولادك حواليكي شفتهم على السفره بتفتح النفس. نحن يا ستي ساكنين بالشام. باي باي بابا. اذا غريت بيكون السبب علاقه. بدي اروح خلصني. يحاشتك تواضع يا ابو سعود. لك يا جدو، لو بابا تابع بسباحة كان بطل الجمهورية. هذا هو صغير أنا علمته، هو علم عمامك كلهم. يعني واضحة الشاب بحبه وأمه ما شالت عينه عنك. ما بعرف. شو بك يا سهى؟ وإذا كان أصغر مني؟ والله ما فيه شيء. وعندي بنت. إذا تجوزتي على القليل منشبع سمك ومنروح مشاوير باللانش. إيه روحي من وجدي. يا ماما كان وقت تقولي هلا اخواتك مشتهينا. ليكو تركوا من ايدكم وقوموا انا اعزمكم على العشاء. هلا؟ دكان هلا. صارت الساعة 9. يا مو تصير الساعة 12. يلا قوموا البسوا. يلا سوا. يلا مرتفي. يلا مسعيد. يلا يلا. يلا شو ابو سعود متحمس؟ رجع شبابه بعد السباحه والغوص. شو سهى ما رح تروحي؟ انا ما بدي اروح. يلا يا جماعه تفضلوا. يلا يلا بس لحظه شوي. امشي معنا يا جدوبه. عن جد ما في، تعبانه شوي. بعدين يارا نايمه. إذا مشان يارا ما تهكلها مروح انت. يلا هي خالي ام حنان بقى يعني هون. يلا امشي. خلص بدوش عامل لك تعبانه. خلص ندى تركيا خاطركم. باي. مع السلامة. يلا يا جماعة مين بيطلع معي انا وديانا بالمتر؟ انا وانا. يلا جماعة تفكروا معي. يلا شرف تفضلوا. تفضل ابو سعيد. تعال عم
عم دور عليك لأعتذر بالنيابة عن أخي وقل لك شكراً إنك أنقذت أختي. عيني ابني أخرس. أخرس؟ آي ولد هيك بس بيعرف البحر بالسانتي.